بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مع اطلاله متجدده من برنامجكم الحدث، وكالعاده مجموعه من المحطات مع اخبار متنوعه للرياضه المحليه والعربيه والعالميه، بالاضافه لضيوف الحدث لهذا اليوم، وكالعاده ايضا وقفه مع الصحافه وجديد الصحافه لهذا اليوم، ويقدمها طبعا الزميل العزيز ايمن الفجراني. ايمن، بالتاكيد اليوم مجموعه من الاخبار المتنوعه لديك. نرحب بك زميلي أحمد وبكل المشاهدين الأحبة، وبالطبع كالعادة في عناوين الصحافة لهذا اليوم مجموعة من العناوين خرجت بها الصحف المحلية، لعل أبرزها الاجتماع التنسيقي والتحضير للمباراة النهائية للكأس الغالية، بالإضافة أيضا إلى مجموعة من العناوين المحلية عربيا، أيضا حوار مع المعز علي في طموحاته في الاحتراف أوروبيا، وأيضا إيقاف أسامة لمولد بعد الحادثة التي حدثت في المباراة الأخيرة. أما عالميا فنتعرف أيضا على مواجهة برشلونة وأولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم، وأخرى من العناوين المختلفة والتفاصيل والمقالات سنطلع عليها تباعا بإذن الله تعالى في محطة عناوين الصحافة لهذا اليوم. أحمد، كالعادة البداية محليا، حيث أثارت صور وصول المدرب الهولندي أروين كومان إلى السلطنة مساء أمس الكثير من الأخبار حول نية الاتحاد العماني لكرة القدم في التعاقد معه ليكون خليفة مواطنه بن فيربيك الذي قدم استقالته مؤخرا بعد نهاية المشاركة في منافسات كأس آسيا. ووجدت الأخبار المتداولة حول قرب التعاقد مع الهولندي أروين كومان تفاعلا كبيرا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومتخوف، ورغم عدم وجود تصريح رسمي من الاتحاد العماني حول صحة هذه الأخبار من عدمها، إلا أن وجود ممثلي الاتحاد في استقبال المدرب أو اللاعب السابق للمنتخب الهولندي عند وصوله لأرض السلطنة عزز بشكل كبير صحة هذه الأخبار، أو على أقل تقدير وجود تفاوض مبدئي معه حول هذا الأمر. وفي خبر آخر، كسب المنتخب الوطني الأولمبي التجربة الودية التي جمعته بالمنتخب السوري الأولمبي بهدف دون مقابل، جاء عن طريق المهاجم محسن الغساني في اللقاء الذي دارت أحداثه على أرضية مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. ورغم الأفضلية الواضحة التي سجلها منتخبنا الوطني خلال الشوط الأول، إلا أن شباك المنتخب السوري بقيت عصية على مهاجمي الأحمر. في المقابل، ظل مرمى حارس المنتخب إبراهيم المخيني في مأمن من الهجمات السورية طوال الشوط الأول، والذي شهد تحفظا كبيرا من لاعبي المدرب حسين العفش. وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 59 جاء هدفا مستحقا للاعبي المدرب حمد العزاني، حيث استثمر المهاجم محسن الغساني كرة بينية ليوديعها شباك ويليام غنام، معلنا عن الهدف اليتيم في هذا اللقاء. نجح اتحاد كرة القدم في تجديد عقد الشراكة مع بنك قطر الوطني لرعاية بطولة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لكرة القدم، وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر اتحاد الكرة. نتابع. يبارك للأعماق من الأعماق. عندما نتذكر مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة لكرة القدم، نتذكر أيضا النجاح الكبير لهذه المسابقة الأغلى على الصعيد المحلي. فنجاح المسابقات الرياضية قد يأتي رياضيا من التنافس الكبير بين أنديتنا المحلية، وتسويقيا بكل تأكيد لابد من وجود راع يليق بسمعة هذه البطولة. وكان الاتحاد قد أبرم اتفاقا سابقا مع بنك قطر الوطني لرعاية أغلى المسابقات منذ عام 2016، وتم الاتفاق على تجديد عقد الرعاية لثلاثة مواسم أخرى من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر اتحاد الكرة بحضور سعيد بن عثمان البلوشي الأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد، وعلي التميمي مدير عام بنك قطر الوطني بالإنابة. حقيقة نتقدم لهم بالشكر الجزيل لتجديد هذه الاتفاقية لثلاثة مواسم أخرى من الموسم الحالي إلى موسم 21-22، وطبعا الاتفاقية لم يطرأ عليها أي جديد في البنود والشروط، وبقت مثل ما هي من حيث المبالغ المادية والشروط الأخرى.
يأتي هذا التجديد نظرا للسمعة الكبيرة التي يتميز بها البنك والتسهيلات التي يقدمها في المسابقة، كما تم الإفصاح عن قيمة تجديد العقد لتبلغ 1.5 مليون دولار لمدة 3 مواسم. مليون ونص. سيكون عشاق دوري عمان تل على موعد مع 3 مواجهات منتظرة ضمن الجولة الثانية من الدور الثاني، فالسويق سيستضيف النهضة علّه يبتعد عن فرق المؤخرة، كما ستكون مواجهة مجيس والشباب بعنوان الهروب من القاع. أما مسقط سيبحث عن فوز ثامن هذا الموسم عندما يحل ضيفا على نادي عمان. نتابع. إننا سمعنا جعجعة ولم نرى طحينا، وشاهدنا 7 مواجهات في الجولة الماضية لم نرى منها ما يشفي ذائقتنا الكروية أو يمتع أعيننا المترقبة لمنافسات دورنا. وبأمل المحب ورغبة العاشق للمستديرة، ما زلنا نقدم ألف عذر وعذر، ونرسم للغد 1000 أمل و1000 أمنية، لعل أحدها تصيب فتنعكس واقعا جميلا. فالكرة هدفها التسلية وفرضها المتعة، وهنا بأمل أن القادم سيكون أفضل نستقبل جولة جديدة في دورنا وقد بلغ في موسمه جولته 15. السويق وبعد الانطلاقة المتعثرة في انطلاق الدور الثاني والخسارة المكلفة أمام الشباب بهدف لهدفين أصبح في موقف محرج عند المركز العاشر. الآن يبحث عن موضع قدم آمن له في هذه الجولة حين يستقبل النهضة قبل أن تنزل قدمه أكثر فأكثر نحو الهاوية. في المقابل الضيف النهضاوي يأتي وهو وصيفا للترتيب ما يفرض عليه محاولة الاقتراب أكثر من متصدر الترتيب ظفار، والبحث عن مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز على صور في الجولة الأخيرة بهدف دون رد. تحت سماء العاصمة مسقط يلتقي طرفيها عمان ومسقط، كل يحاول الصعود على حساب الآخر. بداية بنادي عمان الواقع في مصيدة المركز قبل الأخير، وهنا عليه إنقاذ نفسه سريعا قبل أن ينقطع الخيط الذي يفصله عن المركز الأخير، خصوصا مع تصاعد أداء مجيز وتزاحم المنافسين في أسفل الترتيب. طرف العاصمة الآخر مسقط بعد الخسارة من مرباط مؤخرا بهدفين لهدف، لا يريد أن يفوت على نفسه فرصا أكثر ليتقدم في جدول الترتيب، وبالأخص بعد التقدم الكبير الذي أحرزه في الدور الأول والذي مكنه من اقتحام رباعي المقدمة. مجيس من أمطرت سماؤه أخيرا بعد طول انتظار، وللمطر هذه المرة كان اضطرارا مختلفا حين تفوق على جاره ومنافسه صحار بهدف دون رد، فوز ألحم على محبيه سعادة وأسعفهم أملا في أن القادم سيكون أجمل مما مضى، وبأن مجيس خلع عباءة الضعف التي أثقلت عليه كثيرا، رغم أنه يعلم بأن الطريق ما زال طويلا وبالأخص وأنه ما زال يرقد في المركز الأخير وطريق الخروج يحتاج إلى نفس طويل. وهنا أمجيس يجدد محاولته ومقاومته لوضعه حين يستقبل الشباب هذا المساء، الشباب الذي تحسنت أحواله وتغيرت ملامحه مع المدرب الوطني مصبح هاشل، ولكن الشباب أيضا ما زال في دائرة الخطر، وللهروب عليه مواصلة الجري بعيدا، فالساحة مزدحمة والتنافس على أشدة، وكل يريد أن ينجو بنفسه. وإلى البطولة العربية 37 للأندية للكرة الطائرة والتي تقام في تونس، تمكن نادي السلام من التأهل إلى دور الثمانية بعد تحقيقه للفوز الثالث في البطولة، وهذه المرة على فريق وادي موسى الأردني ب3 أشواط نظيفة. نتابع. من يجرؤ على الحلم لن يجرؤ أحد عليه، وهنا السلام بجرأة الحالم ونشوة المتحمس يخطو بثقة في درب البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، يفرد جناحيه بشجاعة فوق كل الصعاب، مواصلا التحليق بحلمه عابرا بطموحه. 3 مواجهات تخطاها بثقة وثبات، مسجلا نجاحه بالعلامة الكاملة، مؤكدا على رغبته للمواصلة إلى النهاية. آخر ضحايا السلام في البطولة العربية كان نادي وادي موسى بطل الدور الأردني. ممثل الكرة العمانية لم يترك متنافسا لمنافسه الأردني رغم الضربات المتبادلة والندية الحاضرة في أول الأشواط. السلام بساحقين متتاليين ينهي الحوار لصالحه. السيناريو ذاته تكرر في ثاني الأشواط، حاول حامل لقب الدور الأردني المقاومة وصد الضربات المتتالية من كوز والمقبال وماكسيموز، لكن أغلبها كانت تجد طريقها بنجاح إلى ملعب وادي موسى لتمهد للسلام الفوز بالشوط الثاني.
آخر شوط كان آخر أمل للفريق الأردني، حاول أن يلحق بمفاته ويغير بعضا من تحركاته، لكن القصف الهوائي من ضاربي السلام اشتد قوة وارتفع حماسا، فتوالت الضربات وابتعد الفارق كثيرا حتى باتت للفريق الأردني العودة صعبة والمواجهة ثقيلة، كحال نتيجة الشوط التي جاءت 25 مقابل 11 هدفا، مسجلا السلام ثالث أشواطه ليشترك مع الشرطة القطري في صدارة المجموعة. طائرة السلام ستكون حاضرة هذا المساء أمام الشرطة القطري في حوار فض شراكة الصدارة. ممثل السلطنة يريدها انتصارا رابعا وصدارة بلا شراكة لمواصلة التحليق بنجاح فوق سماء تونس الخضراء. فاز الكازاخستاني أليس لوتشينكو بطل العام الماضي بالمرحلة الثالثة من طواف عمان الدولي للدراجات الهوائية، وهي الثاني له على التوالي، ومكنه من انتزاع صدارة الترتيب العام والقميص الأحمر من النرويجي ألكسندر كريستوف. نتابع. كان الجميع يتحدث عن أطول مراحل طواف عمان 2019 للدراجات الهوائية، والذي انطلق من شاطئ القرم بإثارة وندية، لا سيما أن طول السباق وصل إلى 192 كيلومترا لتنتهي عند عقبة قريات. تخلل هذه الجولة مرتفعان الأول شارع الجبل العامرات بوشر والآخر عقبة قريات، كما تخللتها نقطة للتزود بالغذاء وهي عند الكيلو 87 في الفليج قبل تقاطع قريات، ليفوز بالجولة الدراج الكازاخستاني أليكسي لوتشينكو البالغ من العمر 26 عاما، وهو متسابق محترف في سباق الدراجات ومصنف كمتسابق للطريق. نجاح لوتشينكو جاء بعد السنوات والخبرة الكافية من خلال مسيرته الاحترافية التي بداها في عام 2014، وحقق العديد من البطولات والألقاب لعدد من الطوافات منذ ذلك العام، لعل من أبرزها طواف الدنمارك وطواف عمان، وهو حامل لقب طواف عمان وفاز أيضا بطواف تركيا، إضافة لفوزه بطواف ألماتي الذي يقام في بلده 4 مرات. نبقى مع طواف عمان للدراجات الهوائية، حيث انطلقت صباح اليوم المرحلة الرابعة من السباق، وذلك بعد إشارة انطلاق السباق من قبل الشيخ محمد بن جميد الغابشي نائب والي مسقط، حيث يقام سباق اليوم في طرقات محافظة مسقط ويبلغ طوله 125 كيلومترا فقط، والذي يعتبر من الجولات القصيرة في طواف عمان 2019. ينطلق من السيفة منتجع جبل السيفة في اتجاه الخيران ودوار إتي وقنتب، ثم دوار البستان والوادي الكبير، ثم تقاطع وزارة التجارة والصناعة إلى تقاطع دار سيف، ثم إلى وادي عدي باتجاه العمرات، ليمر بعد ذلك بمنطقة بوشر لينتهي عند مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. نصل الآن لفقرة الصحافة وجديد الصحافة لهذا اليوم مع الزميل أيمن الفجراني. تفضل أيمن. شكرا لك أحمد، أهلا بكم مشاهدينا مجددا في محطة عناوين الصحافة لهذا اليوم. نبدأ بكل تأكيد مع الصحف المحلية، حيث عقد بوزارة الشؤون الرياضية صباح أمس اجتماع تنسيقي بين وزارة الشؤون الرياضية واتحاد كرة القدم، ترأسه فهد بن عبد الله الرئيسي مدير عام الرعاية والتطوير بالوزارة، لمناقشة الاستعداد للمباراة النهائية لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم. صحيفة الوطن تابعت فعنونت بقولها: وزارة الشؤون الرياضية تعقد اجتماعا تنسيقيا مع اتحاد الكرة للمباراة النهائية للكأس الغالية، وستقام المباراة النهائية للكأس الغالية يوم 21 من إبريل المقبل، حيث تم نقاش الأمور التنظيمية والفنية واللوجستية والتسويقية والإعلامية، وتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالناديين اللذين سيصلان إلى المباراة النهائية، حيث ستلعب مباريات الذهاب في 6 مارس القادم ومباريات الإياب في 7 من نفس الشهر.
يلتقي المنتخب الأولمبي مع شقيقه البحريني في 15 من الشهر القادم بالمنامة، وذلك في إطار الاستعدادات الأخيرة للمشاركة في التصفيات الأولمبية التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة. صحيفة عمان أشارت لتحضيرات الأولمبي في عنوان قالت فيه: الأولمبي يلاقي البحرين في المنامة. ويبدأ منتخبنا الأولمبي المنافسات الرسمية أمام منتخب النيبال في 22 من مارس القادم، ويلعب مباراته الثانية مع أفغانستان في 24، فيما يختتم التصفيات أمام منتخب قطر في 26. وكان المنتخب الأولمبي قد خاض تجربة ودية مساء أمس أمام منتخب سوريا، منهيا معسكره الداخلي على أن يعود في الأسبوع الأول من مارس للتجمع قبل أن يغادر إلى الدوحة في 29، وهناك اتصالات لإجراء تجربة ودية قبل السفر. تنطلق اليوم الجولة 15 من منافسات بطولة دوري عمان تل من خلال إقامة 3 مباريات سلطت عليها الضوء صحيفة الرؤية، التي خرجت بعنوان قالت فيه: قطب العاصمة في مواجهة محتدمة، والبحر يلاقي الصقور، وشعاع الشمس يستقبل العنيد. وسيحاول نادي مسقط تعويض الخسارة التي مني بها في الجولة الماضية عندما يلاقي نادي عمان، في حين يبحث مجيس سبل استغلال عاملي الأرض والجمهور عندما يلاقي الشباب. أما النهضة فيحل ضيفا على السويق. وتستكمل الجولة يوم غد الأربعاء بإقامة 4 مباريات، حيث يلتقي الرستاق بضيفه العروبة، وصحم يواجه الصحار، ويرحل النصر لملاقاة الصور، وسيكون مجمع صلالة الرياضي مسرحا لدير بالجنوب بين مرباط وظفار. أضاف منتخبنا الوطني للبولينج الميدالية الفضية الثانية له في البطولة العربية للبولينج المقامة منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة. صحيفة عمان تابعت إنجاز البولينج فخرجت بعنوان قالت فيه: ميدالية فضية لمنتخبنا الوطني في البطولة العربية للبولينج بالقاهرة. وأضاف منتخب زوجي الرجال المكون من مصعب العدوي وياسر البرواني أضافوا فضية مسابقة الزوجي لرصيد المنتخب، بعد أن كانت اللاعبة عائشة السيفانية قد خطفت أول ميدالية للسلطنة في فردي الفتيات في ظل المنافسة القوية التي تشهدها البطولة، حيث تبقى للمنتخب خوض غمار مسابقات الثلاثي والفرق والأساتذة، ويسعى خلالها إلى حصد مزيد من الميداليات. ومن الصحافة المحلية أيها الأحبة، ننتقل بكم إلى صحافتنا العربية، حيث استضافت صحيفة الراية القطرية نجم المنتخب العنابي وهداف بطولة كأس آسيا الأخيرة وأفضل لاعب في القارة الصفراء المعز علي، الذي كشف عن طموحاته للصحيفة لتخرج بعنوان على لسانه يقول: أتمنى الاحتراف في أوروبا. وقال المعز: الاحتراف حلم لكل لاعب في العالم، وأنا شخصيا بعد الفوز بلقب كأس أمم آسيا مع الأدعم والحصول على لقب الهداف وأفضل لاعب، أتمنى بالطبع أن أخوض تجربة احترافية في أوروبا، لكن لا أفضل الدوريات ذات المستويات الكبيرة أو دوريات القمة، وإنما أفضل أن تكون البداية في الدوري الفرنسي أو الدوري الألماني أو حتى الدوري السويسري، فالاحتراف مهم في عملية تطوير اللاعب وصقل الموهبة، ولا شك أنه سيعود بالفائدة على اللاعب والمنتخب في المستقبل، لذلك لن أتردد في الموافقة إذا حصلت على عرض احتراف في الخارج، ولكن بموافقة من الدحيل الذي ساعدني كثيرا في الوصول إلى هذا المستوى الذي وصلت إليه. ومن قطر إلى الصحافة العراقية، حيث فتح الإعلامي علي رياح ملف الملاعب والحجج الواهية في تبرير الإخفاقات من خلال مقاله المنشور على صفحات المدى. نتابع. انصرفنا كثيرا في الآونة الأخيرة إلى الحديث عن صلاحية ملاعبنا من حيث الأرضية والمرافق والتسهيلات التي تتعامل مع الفرق والجمهور والحكام وعدسات النقل التلفزيوني، حتى أوشك ملعب التاجي أن يكون نجما لكل أطروحة على هذا الصعيد، بينما تجاهلنا الحقيقة الأوسع والأهم، وهي اعوجاج الأرضية الهشة الهزيلة التي تتحرك عليها الرياضة العراقية بشكل عام. لقد تحولت الرياضة عندنا بفعل فاعل أكيد ومعروف وفي وضح النهار إلى ملك عضوض لشخوص وأحزاب وعوائل تتحكم في التفاصيل كبيرها ودقيقها. والمشهد الذي تابعته مطلع الأسبوع لدى إقامة انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية هو الوليد والنتاج والثمرة التي ينتجها مناخ رياضي بهذا المستوى والمواصفات. المناخ الذي تتحول فيه الأغلب الأعم من أنديتنا الرياضية إلى ملكيات أو ضياع شخصية
صرفة يتحكم بها أصحابها وملاكها، وأعني الرؤساء والنفاذين فيها، وهو المناخ الذي يتحول فيه القطاع الساحق من الاتحادات إلى عقارات مسجلة وموثقة لدى دوائر الدولة. فلماذا يمكن أن تقفز انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية فوق هذا المناخ وهي النتاج الحتمي له؟ لا بل أن المشهد يتسع للبلد كله، فالكل يحارب بسلاح الديمقراطية للوصول إلى كرسي أو موقع، وحين الوصول تبدأ حرب أخرى يخوضها الفائز، وهي حرب البقاء والاستمكان والتمدد، تاركا للآخرين فرصة الخروج للاحتجاج ولإظهار كل التقاليد العراقية الجديدة على هذا الصعيد، وهي إثارة الضجة من دون طائل. تكررت كثيراً عبارة الكعوجة، وذاكرتي تعيدني إلى أوسع جدل تركته هذه العبارة في تاريخ الكرة العراقية، أعود إلى عام 1975 وتحديداً إلى شهر آب، حين خسر منتخبنا الكروي أمام نظيره السعودي بصفر مقابل هدفين في تصفية أولمبياد مونتريال التي أقيمت في إيران، خسارة مدوية كارثية كان لها وقع مر على أنفس العراقيين. وقد تكلل هذا الجو الحزين بتصريح غريب أطلقه الإسكتلندي داني ماكلينن مدرب منتخبنا بعد المباراة، إذ أشار إلى أن اعوجاج الأرض هو السبب الحقيقي والأول وراء الهزيمة القاسية. وقد طالب ماكلينن الاتحاد العراقي لكرة القدم بتقديم احتجاج عاجل إلى الفيفا حول هذه القضية التي لا ينبغي السكوت عليها وفقا لتصريحه آنذاك. وفي زمن الصحافة الرصينة التي لا تأخذها في الحق لومة لائم، تعرض المدرب إلى موجة من الانتقادات الجماعية، وتحولت عبارته الشهيرة في ذلك الوقت إلى لازمة فكاهية، فما إن يخسر فريق في الدور المحلي حتى تردد الصحافة جملة معه حق فالكاع عوجة، وحين يصاب لاعب تتردد العبارة ذاتها، وحين يستغني فريق عن مدرب تكون العبارة حاضرة، وحين يشب نزاع داخل الأسرة فإن العلة تكمن في أرضية الملعب الإيراني. ونبقى في العراق ومع صحيفة المدى، فقد أكد السلوفيني ستريشيو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي أنه سيوجه الدعوة إلى لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة إلى قائمته تحضيرا للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، لتخرج الصحيفة بعنوان لاعبون جدد في قائمة كاتانيتش لبطولة الصداقة الدولية. وضمت قائمة كاتانيتش الجديدة التي ستواجه اختبارات مبكرة بداية من بطولة الصداقة الدولية الثانية التي يستضيفها ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة خلال المدة من 22 إلى 26 من مارس المقبل بمشاركة منتخبي سوريا والأردن، ضمت قائمة لاعبين جدد. إلى السعودية أو إلى الأردن عفوا، حيث أعلن اتحاد الكرة الأردني مشاركة في بطولة الصداقة الدولية التي تستضيفها محافظة البصرة العراقية، وذلك وفقا لصحيفة الراي الأردنية التي خرجت بعنوان النشامى يفتتح مشواره أمام سوريا في بطولة الصداقة الدولية. وتفتتح البطولة في 20 من الشهر المقبل بلقاء المنتخب العراقي المستضيف أمام سوريا، قبل أن يظهر النشامى في 23 من الشهر ذاته بمواجهة سوريا، على أن تختتم المنافسات يوم 26 بمباراة المنتخب الوطني وأصحاب الأرض، وتقام البطولة بنظام الدور المجزئ من مرحلة واحدة، حيث يتوج المنتخب صاحب أكبر عدد من النقاط باللقب. وأخيرا من السعودية، حيث قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف مدير الكرة بنادي الاتحاد أسامة المولد 8 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20,000 ريال، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة السعودية التي خرجت بعنوان تقول فيه الانضباط تعاقب المولد بالإيقاف 8 مباريات وتغرم 20,000. وجاءت العقوبة بسبب اعتداء المولد على مدرب فريق الرائد بعد نهاية لقاء الفريقين الجمعة الماضي في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، واعتبرت اللجنة القرار قابلا للاستئناف. أما الآن أيها الأحبة الكرام، نذهب بكم إلى فاصل قصير، وبعدها نعود إلى جولتنا العالمية والأخيرة في محطة عناوين الصحافة، تفضلوا بالبقاء معنا.
إلى جولتنا الأخيرة والعالمية، حيث صبت جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي غضبها عقب توديع فريقها لبطولة كأس الاتحاد على يد مانشستر يونايتد بقيادة ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق تشيلسي. هتافات الجماهير استغلتها صحيفة الغارديان لتخرج بعنوان تقول فيه كرة ساري تصطدم بالجدار. هتفت جماهير تشيلسي قبل نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب ستانفورد بريدج وانتهت بهزيمة البلوز بهدفين نظيفين. اللعنة على كرة ساري، قم بتغيير خطتك، إنها لا تعمل، أقيل ساري صباح الثلاثاء. ونبقى مع هذه الخسارة وخسارة تشيلسي وموقف مدرب الفريق الذي باتت أيامه معدودة بحسب صحيفة التايمز التي عنونت بقولها ساري على المحك. وعبر الإيطالي ماوريسيو ساري عن غضبه الشديد للهزيمة التي مني بها فريقه أمام مانشستر يونايتد، وبسؤال ساري عن دعم اللاعبين قال: غير متأكد من ذلك، علاقتي معهم جيدة لكن العلاقة ليست مهمة، المهم هو اللعب وتحقيق نتائج جيدة. إلى آخر أخبار الأبطال في الصحيفة، حيث عنونت صحيفة سبورت الإسبانية عبر غلافها الرسمي الصادر اليوم بشأن اللقاء الهام الذي سيجمع الفريق الكتالوني برشلونة بنظيره الفرنسي أولمبيك ليون في بطولة دوري الأبطال قائلة: هذه بطولتك. كتبت الصحيفة أيضا: فريق البلوغرانا بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي يتسابقون من أجل تحقيق اللقب الأوروبي، الهدف الأسمى والأول للكتالونيين هذا الموسم. القائد الأرجنتيني سيقود التشكيلة المثالية للبرسا في محاولة الحصول على أفضلية وحسم التأهل من الذهاب. بهذا الخبر مشاهدينا الأحبة نكون قد وصلنا بكم إلى ختام عناوين الصحافة لهذا اليوم. كثير من المحطات المتبقية بكل تأكيد تجدونها مع الزميل أحمد الكعبي. أرحب بكم مجددا مشاهدين الكرام، ومع فقرة الحدث والتي سنتحدث من خلالها حول نادي فالكون للتايكواندو بعد مشاركة في بطولة الفجيرة جي 1، حيث أصبحت طموحات النادي تسير وفق خطة منظمة للارتقاء باللعبة ونشرها في السلطنة. وفي هذه اللحظات يسعدني أن أرحب بالفاضل أحمد بن راشد العاصمي رئيس نادي فالكون للتايكواندو، أهلا وسهلا بك. أهلا. كما ارحب ايضا بالمدرب الايراني رضا محمود روحي مدرب نادي فالكون للتايكواندو، اهلا وسهلا كوتش. حياك الله. اذا في البدايه نبارك لكم احمد الميداليه البرونزيه، احنا نعرف انه النادي تقريبا الان صار له 9 أشهر تقريبا من تاسيسه، وبالتالي هذا نجاح اول طيب يحسب لكم. اكيد اكيد ان شاء الله، وهذا شرف لنا ونمثل السلطنه عشان نحقق انجازات اكثر ان شاء الله في بطولات باذن الله. باذن الله. كوتش، يعني حدثنا عن انطباعك عن البطوله بشكل عام، كيف كان المستوى الفني فيها، مستوى المنافسه ايضا، هل كان في منافسين مميزين خلال هذه البطوله؟ ايوه، بطوله الجيوان يعني في نقاط عشان اولمبيك، عشان كذا
كله أبطال عالم مشارك، يريد حصل نقاط ويشارك في أولمبي. هذا أهم شيء. مستوى كله أبطال واجد زين، واجد فوق، يعني ما جاي حد عشان خبرة. كله أدخل بس علشان حصل البوينت علشان أولمبي، عشان كذا واجد مهم، واجد قوي. جميل جدا. طيب يعني هو يقصد موضوع النقاط، انه كل لاعب في هذه اللعبه يعني مطالب بحصد اكبر عدد من النقاط حتى يتمكن لاحقا من المشاركه في الاولمبياد. نعم. وفي ابطال عالميين شاركوا بعد، مثل احمد ابو غوش بطل عالم في اللاعب الاردني. اللاعب الاردني. نعم نعم، وان شاء الله قريب بيكون معنا نادي فالكون. جميل. طبعا اللي فاز بالميدالية البرونزية هو اللاعب الإيراني فاردن، وزن 87، هو أيضا أحد اللاعبين اللي ينتسبوا لناديكم نادي فالكون. حدثنا أيضا عن حضوره ومشاركته وظهوره في هذه البطولة. والله إحنا يعني قاسين نجيب لاعبين من برا حققوا إنجازات كبيرة الخارج علشان يحتكوا مع اللاعبين العمانيين اللي موجودين معنا، هذا هو هدفنا إحنا. جميل. علشان احنا الهدف انه نطلع اللاعب العماني لبطولات عالميه، حتى في تقريبا كل شهر هذه مجموعه من الصور للاعب فاردين. نعم، فاردين وفوزه بالميداليه البرونزيه. نعم تفضل احمد. هي فتقريبا كل بين فتره وفتره نجيب محترف من الخارج علشان ناخذ معلومات. مثل ما تعرف السنه الماضيه كانت تقريبا ايران هم ابطال العالم في التايكواندو. جميل. فمركز انا في ايران وقاس اسالهم يعني انتم كيف وصلتوا لهذا المستوى. يعني انت افهم من كلامك بما انك ما زلت في المراحل التاسيسيه الاولى لهذا النادي، تحاول تستفيد من هذه الخبرات المتميزه وتتبنى ايضا لاعب مثل لاعب فاردن تدعمه لان يشارك في هذه المسابقات، وفي نفس الوقت ايضا للاحتكاك، يعني اللاعبين العمانيين الموجودين معك في النادي قريبين من فاردن يستفيدوا ويتعلموا منه في البدايات على الاقل. صحيح صح. هذا هو النقطه اللي انا كنت بوصلها. طيب في اتصور لعبه كاراتيه او تايكوندو عفوا تونسيه كذلك استعنتوا بها في فتره ماضيه. هذه مصنف الرابع في العالم اللي هي رحمه علي، جبناها ولعبت نفس الشيء في جي 1 وكانت مصنفه الاولى في جي 1 السنه الماضيه تقريبا. في هذه البطوله بطوله البجيره كم كان عدد المشاركين من النادي؟ من النادي تقريبا ثلاثه كانوا كبار وواحد كان صغير. جميل. من ضمنهم واحد نفس الشيء لاعب عماني. ايوه، محمد ناصر بركات عيد. طيب بما انه احنا نتكلم عن البدايات، كيف شايف الاقبال؟ هل في يعني اعداد جيده مقبله للانتساب والمشاركه في النادي وممارسه هذه اللعبه؟ ان شاء الله ان شاء الله، اكيد احنا يعني نبذل كل اللي نقدر عليه من جهود ونجيب تقنيات جديده. دائما مس الرضا متابع هذا، لانه التايكواندو لازم كل مره يتحدث، كل مره اشياء جديده. جميل. فنحدث هالاشياء والناس تشوف الجديد عندنا وفي اقباليه. طيب. ان شاء الله. كابتن رضا، ما هي البطولات القادمه؟ هل في بطولات قريبه ستشارك فيها؟ في بطولات قريبه، بطوله العمان 5 ولا 6 ابريل. تاريخ 5. تاريخ 5 و بطوله عمان 6 ابريل، وان شاء الله بشارك. وانا قبل لا تجي عمان انا فكرت يعني لازم بدأت من صفر. جيت عمان وما شاء الله مستوى واجد زين. يعني الحين انا اعطيكم شيء يمكن سنتين بعد ثلاثة سنه بعد، مو هذاك اولمبيك، يمكن اولمبيك بعد. انتكم ابطال ان شاء الله في التاريخ. يعني هذا نعمل، هو يعد بتجهيز بطل اولمبي للاولمبياد مش القادم اللي بعده. ان شاء الله، لانه يعني شوف ايران وعمان نفس البنيه الجسميه تقريبا. ففي امكانيه، في امكانيه، ولاعبين عمانيين ما شاء الله مثل محمد يعني. طيب بالنسبه لخطتكم القادمه الان، يعني احنا نتكلم عن البدايات، تستعينوا بخبرات بمجموعه من اللاعبين من خارج السلطنه وتدعموهم، لكن النظره البعيده بالنسبه لكم، شو هدفكم القادم؟ شو الخطه القادمه ايضا؟ الخطه انه احنا قاعدين الحين نكون لاعب العماني، نريد نطلع ابطال زين عشان نوصل للعالميه. جميل. هذه هي الخطه ان شاء الله. طيب بس ايضا للي يسمعنا، في اناث، في اناث بعد نفس الشيء، يعني في مدربه اللي هي فاطمه كياني، مدربه لفريق
نساء موجودة ونفس الشيء في يعني في نساء بعد يشاركوا تقريبا إن شاء الله قريب في بطولات. جميل. طيب للي حاب مثلا يعني يتابعنا الآن وحاب ينتسب لهذا النادي نريد بعض البيانات، يعني موقعكم وين، فترات التدريب، الرسوم، مدة الدورات أيضا الموجودة. الموقع في مقابل جسر الموالح، البناية اللي فيها مطعم جراند فيش ماركت. نعم. الأوقات احنا حاليا من الساعة 4 إلى الساعة 8، بس إن شاء الله في الأسبوع القادم راح يكون من الساعة 9 الصباح تقريبا. جميل. أيوة. حاليا كم عدد المشاركين في النادي؟ المشاركين تقريبا 70 لاعب. ايوه. وفي 10 معدل اعمارهم من الخارج و 60 موجودين من عمان. احنا نستقبل من 5 سنوات من الصغار، من البداية احنا نبدأ. جميل. أيوة. نأسس الواحد الى كم في لاعب تقريبا 45 عمره. أيوة. تقريبا. أيوة. ما شاء الله. عندي كبار. أيوة ما شاء الله. جميل. جميل. ان شاء الله. عموما اتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله نسمع عن اخبار طيبه اخرى بالنسبه لكم في القادم. شكرا جزيلا لك الفاضل احمد بن راشد العاصمي رئيس نادي فالكون للتايكواندو. شكرا ايضا للمدرب الايراني رضا محمود روحي مدرب نادي فالكون للتايكواندو. سعدنا بوجودكم معنا اليوم في برنامج الحدث. ونلقاكم ان شاء الله في محطات قادمه. ان شاء الله. ان شاء الله. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نكمل ما تبقى من الحدث. من صناعة التاريخ. الشغف يقودنا لخدمتكم، يدفعنا قدما معكم، نطلق أفكارا جديدة ونستمد قوتنا من قيمكم. ستجدوننا دوما بقربكم أينما تحتاجون إلينا. نسعى لإيجاد قيمة مستدامة، نطلق العنان للأفكار ونبني مستقبل الاتصالات. رؤيتنا مستقبل أفضل، وجهودنا إنشاء منظومة متكاملة للاتصالات، بها نثري حياتكم ونربط عمان بالعالم. رؤية طموحة دائما تعزز التواصل بين الأفراد وتوفر فرصاً واسعة لقطاعات الأعمال. شراكاتنا العالمية تمكننا من تقديم المزيد وتجاوز الحدود والمساهمة في تنمية الوطن. والعمل نحو غد أكثر إشراقاً يشكل الناس محوره وأساساً. الاستثمارات الاستراتيجية تتيح عمقاً استراتيجياً وقفزة نوعية وفرصاً للنمو، وتمكننا من الوصول إلى آفاق أرحب مما يقرب العالم لكم. عمان تل، لأننا معكم نسوي العجب. وإلى جولتنا العالمية مشاهدينا الكرام، حيث نجح فريق مانشستر يونايتد في الإطاحة بمضيفه تشيلسي خارج بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز الثمين الذي حققه على البلوز في عقر داره بملعب ستامفورد بريدج بهدفين نظيفين ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة. نتابع تصريحات المدربين. Well, I think it was the perfect reaction to our defeat against Paris Saint-Germain. أعتقد أن هذا النصر كان ردا مثاليا على هزيمتنا على يد باريس سان جيرمان. ليس من السهل الانتصار على تشيلسي هنا على استاد ستامفورد بريدج وإنهاء المباراة دون تكبد هدف واحد رغم الأداء الجيد من الخصم. كانت ليلة ممتازة ومنحتنا ثقة بالنفس. أعتقد أن سبب النصر هو الإعداد الجيد من المدرب، وكل أفراد هيئة التدريب كنا على دراية بما علينا عمله، وكنا على دراية أيضا بأن علينا الضغط وحققنا أشياء طيبة وبوسعنا تقديم أداء أفضل. لكننا ومن ناحية عامة سعيدون بتحضيرنا للمباراة وبتشكيلتنا وبالنتيجة التي حققناها. إذا أردت الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي فإنك تحتاج لهزيمة الجميع. حققنا ذلك ضد أرسنال وتشيلسي وهما اثنان من أكبر الفرق، وسنلعب ضد ولفرهامبتون بطموح مماثل.
إذا هذا كان حديث إخوان ماتا لاعب نادي مانشستر يونايتد. وفي خبر آخر، يتسلح ليفربول الإنجليزي بقوته الهجومية الضاربة والتي يقودها المهاجم المصري محمد صلاح عندما يستضيف بايرن ميونخ الألماني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. يتسلح ليفربول الإنجليزي بقوته الهجومية الضاربة عندما يستضيف بايرن ميونخ الألماني، ويقدم ليفربول أداء مميزا هذا الموسم إذ يتشارك صدارة ترتيب الدوري الممتاز مع مانشستر سيتي، علما بأنه لعب مباراة أقل بقيادة ترسانته الهجومية المكونة من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينيو. لقاء بايرن ميونخ صعب دوما وخاصة حاليا، فهم بعد أن هيمنوا على صدارة الدوري الألماني لست سنوات متتالية يعانون هذا الموسم، وهذا أمر طبيعي. حتى يكون الفريق بطلا يجب أن يجمع بين اللاعبين الجدد والمنافسين الأقوياء. ربما لم يتوفر هذا المزيج في بايرن ميونخ، لكنهم عادوا إلى قوتهم وهم يطاردون لاستعادة الصدارة. الوضع الذي يمر فيه ميونخ برأيي يجعله أكثر خطورة مما كان عليه. ويعول الفريق الإنجليزي الذي استفاد من فترة راحة لمدة أسبوع لخروجه من مسابقة الكأس المحلية على عاملي الأرض والجمهور لمواصلة العلامة الكاملة على أرضه هذا الموسم بعد الانتصارات الثلاثة التي حققها في دور المجموعات على سان جيرمان الفرنسي والنجم الأحمر الصربي ونابولي الإيطالي. سيكون هذا اختبارا صعبا، لا الكل يعرف جودة بايرن ميونخ، وصحيح أنهم على بعد نقطتين فقط عن دورتموند في الدوري الألماني، لكنهم وصلوا إلى نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال بصورة متواصلة في السنوات الأخيرة. إنه فريق من طراز عالمي، ندرك هذا ونعلم أن المواجهة ستكون صعبة. وستكون المواجهة بين الفريقين مناسبة للمدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب ليثأر من بايرن الذي حرمه من لقب المسابقة عام 2013 بفوزه في النهائي على فريقه السابق بورسيا دورتموند، فهل ينجح كلوب بالثأر؟ رغم الغيابات التي يعاني منها فريق بايرن ميونخ الألماني، إلا أن تاريخه وعراقته تجعله مرشح لخطف النقاط من ملعب أنفيلد عندما يواجه فريق ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا. نتابع. يعاني مدرب بايرن ميونخ نيكو كوفاتس من مشكلة اختيار التشكيلة التي ستواجه ليفربول الإنجليزي في دوري الأبطال، ورفض المدرب نيكو كوفاتس استبعاد جيرون بوتينغ من التشكيلة التي ستلعب مباراة اليوم رغم معاناته الأخيرة من التهاب معوي. لم يذق ريبيري طعم النوم وهو يحس بالإثارة وسينضم لنا اليوم، ربما هو في طريقه. ويعاني جيرون بوتينغ من التهاب معوي، وسنرى ما سيقول الأطباء في ميونخ عن حالته، فإذا كان مرضه معديا فإنه لن يسافر إلى ليفربول لخوض المباراة. منافس البايرن يعد واحدا من الفرق المرشحة للذهاب بعيدا في البطولة، فالفريق الإنجليزي كان قاب قوسين أو أدنى في الموسم الماضي من تحقيق طموح جماهيره قبل أن يصطدم بعقبة ريال مدريد. نعرف هذا الفريق حق المعرفة، فقد قدم أداء مذهلا في السنوات الأخيرة وظل يتحسن كل عام، وهو ينازل الآن فريق مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فرصيدهما متساو من النقاط، وربما لم يكن أداؤه في دوري أبطال أوروبا بالقوة ذاتها، لكنه فريق عظيم نتطلع لمجابهته لأننا نتوقع مباراة مذهلة. لن نخوض مباراة ضد فريق عظيم فحسب، بل سنلعب أيضا أمام جمهور عظيم. لا تخضع مواجهة البايرن وليفربول للحسابات، فالتفاصيل الصغيرة قادرة على حسم المواجهة التي تعتبر الأقوى في هذا الدور. نبقى مع دوري أبطال أوروبا، حيث يعول برشلونة على خبرة نجومه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي والأورغواياني لويس سواريز والكرواتي إيفان راكيتيتش لتأمين بلوغه الدور ربع النهائي عندما يحل ضيفا على ليون الذي يغيب عنه قائده الدولي الجزائري الأصل نبيل فقير للإيقاف. نتابع.
يعول برشلونة على خبرة نجومه قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي والأورغواني لويس سواريز والكرواتي إيفان ركتيتش لتأمين بلوغه الدور الربع النهائي عندما يحل ضيفا على ليون الفرنسي والذي لم يتكبد أي هزيمة هذا الموسم في هذه البطولة الأوروبية، بل انتصر في مباراته الأولى في دور المجموعات على مانشستر سيتي ثم تعادل معه في مباراة الإياب، لكنه قد يجد صعوبات في تحقيق ذلك مجددا خاصة بعد إيقاف كابتنه ومتصدر قائمة مسجلي الأهداف له النجم نبيل فقير. ندرك أنه فريق عظيم يحسن الأداء في كل البطولات، وهو لم يتكبد هزيمة بعد هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا. سوف يلعب ليون على أرضه، وهناك داع للقلق لأن هذا الفريق يتمتع بهجوم جيد ويحافظ على حيازة الكرة في كل المراكز، كما لديه مجموعة جيدة من المهاجمين. والتقى الفريقان في 6 مناسبات في المسابقة، بينها مواجهتان في الدور ربع النهائي موسم 2009-2008، وقتها عاد الفريق الكتالوني بتعادل ثمين من ليون 1-1 قبل أن يكرم وفادته في كام نو بخمسة أهداف مقابل هدفين، إلا أن ليون الآن يعتبر أقوى. لا أدري إذا كنا نحس بالرهبة، لكننا نكن احتراماً كبيراً لفريق أولمبيك ليون. ندرك ما حققه هذا الفريق ضد فرق عظيمة مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، لأن هاتين المباراتين جاءتا في ظروف مختلفة. نأمل أن تكون النتيجة مختلفة هذه المرة. ولا يخفى على أحد رغبة رفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي في اعتلاء منصة التتويج بعد أن غابوا عنها عقب الفوز الأخير بلقب الأبطال عام 2015 على حساب يوفنتوس الإيطالي. ويسعى ليون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وإكمال سلسلة الانتصارات بتحقيق الفوز وإحداث المفاجأة أمام برشلونة الذي يعاني سوء الأداء في الآونة الأخيرة. نتابع. أنهى فريق أولمبيك ليون الفرنسي استعداداته لاستضافة برشلونة، وكله أمل في أن يكرر سيناريو المفاجآت السارة لجماهيره بعد سلسلة مباريات لم تشهد أي هزيمة. ولا شك في أن الانتصار على مانشستر سيتي في المباراة الأولى لدور المجموعات سيمنح فريق برونو جينيسيو ثقة بالنفس. أؤمن كلاعب أن بوسعنا تحقيق ذلك، وهو إيمان يشاركني فيه كل أفراد هيئة التدريب والعديد من اللاعبين. يجب علينا الثقة بأن مقدورنا القيام بذلك، وقد أثبتنا ذلك في الماضي. سنلعب ضد فريق عظيم وهو فريق برشلونة، لكننا لا نزال نؤمن بإمكاننا تحقيق هذا الإنجاز. غير أن ليون يدرك أن مهمته في غاية الصعوبة، فهذه ليست مباراة في دور المجموعات بل جولة إقصائية من مبارتين، وهو سيلتقي أحد المرشحين للفوز باللقب. ليس هناك قلق أو نفاذ صبر، لكن هناك تطلع وحافز كبير لخوض المباراة. علينا أن نضع في الاعتبار أن هذه جولة من مباراتين ذهابا وإيابا، ومباراة اليوم ستكون نصف هذه الجولة، وعلينا أن نحافظ فيها على فرصتنا للمباراة الثانية، وعلينا أيضا توخي الحذر والتعامل مع كل الأوضاع سواء كانت جيدة أو سيئة. إن كانت الترشيحات تصب لصالح الفريق الكتالوني، إلا أن أداء ليون في هذا الموسم يؤكد على أن فريق جينيسيو يملك من المقومات ما يجعله مرشحا لتحقيق أقوى المفاجآت. تسبب سائق بول مينارد في حادث تصادم كبير أضر ب 21 سيارة قبل 10 دورات من نهاية سباق دايتونا 500 الذي جرى يوم أمس في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا ضمن بطولة ناسكار. وصدمت سيارة مينارد بسيارة مات ديبندييتو، وصدمت سيارة الأخير بالحائط ثم ارتدت إلى الحلبة لتحدث سلسلة حوادث أضرت ب 21 سيارة، مما أدى للتلويح براية الإنذار الحمراء وتوقف السباق لـ40 دقيقة لإزاحة الأنقاض من الحلبة. وكان ضمن الذين اصطدمت سيارتهم في ذلك الحادث كل من المدافع عن لقب سباق دايتونا 500 أوستن ديلون وتشيس إيليوت ورايان بليني وإيريك الميرولا ودانييل سواريز. He gave to Benedetto a little shove, but it was on the outside, on the right side, and that just turned the Benedetto into the outside wall, and then it was on from there. In a different situation than we saw in the clash between Menard
and with Jimmy Johnson, but it was a similar thing when we heard the spotter on the 21, Menard, say, well, he zigged and we zagged. And in this case, Menard told his team on the radio, I just bumped him a little too hard. Yeah, I mean, what are you going to do? It's the end of the race. You're trying to help that guy. You're trying to help De Benedetto. You're not trying to wreck him, but just bad judgment. Look at that. Oh, Almirola's number 10. إذن حادث كبير فعلا أضر بالمتسابقين والسيارات. نصل الآن إلى فقرة السوشيال ميديا مشاهدين الكرام، ونبدأ من حساب الحدث الرياضي الذي أشار لمباريات البطولة 37 للأندية العربية للرجال الكرة الطائرة والتي تستضيفها الجمهورية التونسية. صحار يلاقي الشعلة اليمني في الساعة 4 مساء، وشرط القطري يلاقي السلام العماني بطبيعة الحال في الساعة 6 مساء. كل التوفيق إن شاء الله لأنديتنا في مباريات هذا اليوم. ومن حساب أخبار الكرة العالمية، تم اختيار فارس عوض وبلال علام للتعليق على لقاء الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال في الدوري السعودي. نبقى مع هذا الحساب. وأوبتا جودزي ارتدى شارة قيادة دورتموند اليوم للمرة الأولى في مسيرته بالبوندسليغا. ومن شبكة برشلونة العربية، أمتيتي عبر الانستغرام، من دواعي السرور أن أتواجد في هذا الملعب من جديد، في إشارة لعودته بعد الإصابة طبعا. وأنا أبقى مع حساب شبكة برشلونة العربية، اللاعبين من غرفة الملابس بعد التدريبات على أرضية ملعب بارك أولمبيك تحضيرا للقاء ليون. ومن حساب رياضي غدا الثلاثاء، في إشارة لليون طبعا، بطاقة مباراة ليون مع برشلونة، ومباراة منتظرة بطبيعة الحال. لدينا الآن طبعا المباريات المنتظرة لليوم والغد إن شاء الله في دوري أبطال أوروبا. برشلونة سيلاقي ليون، وعندنا أيضا بايرن ميونخ يلتقي ليفربول في لقاءات اليوم، وغدا يوفنتوس الإيطالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي مع شالكة الألماني، لقاءات منتظرة بطبيعة الحال. ومن محمد صلاح، ليفربول احد محبي محمد صلاح، اخر استعدادات الفيراري المصري محمد صلاح لمباراه ليفربول وبايرن ميونخ، لقاء منتظر طبعا. وفي حساب اخر ايضا، تسليط الضوء على اللقاء المنتظر بين ليفربول وبايرن ميونخ، والكل يتطلع لرؤيه محمد صلاح في هذا اليوم وكيف سيظهر النجم المصري العربي الكبير. في فقرة نجم لهذا اليوم، نجمنا هو الإيطالي روبرتو باجيو، صاحب حكاية الأسطورة التي لم تكتمل في فصلها الأخير. فبعد أداء ساحر للموهبة الإيطالية في مونديال 94، قام بهدم ما بناه بركلة ترجيح أضاعها أمام المنتخب البرازيلي في المباراة النهائية. هذه الركلة لو سجلت لحفر باجيو اسمه إلى جوار بيليه ومارادونا في سجلات التاريخ. نتابع. بدأ باجيو مسيرته في عالم كرة القدم في عام 1981 عندما انضم إلى نادي فيتشينزا، حيث لعب لهم منذ عام 1981 وحتى عام 1985. في عام 85 انتقل باجيو إلى نادي فيورنتينا ولعب له حتى عام 90، وشارك في 94 مباراة وسجل فيها 39 هدفا. وفي تصريح لباجيو قال أن نادي فيورنتينا هو النادي الذي ارتاح في اللعب فيه أكثر من باقي الأندية. وفي عام 1990 انتقل روبرتو باجيو إلى يوفنتوس بمبلغ وقدره 19 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ ضخم ورقم قياسي في ذلك الوقت. واستطاع أن يلعب مع اليوفي 141 مباراة مسجلا فيها 78 هدفا. في موسم 95-96 انتقل باجيو لنادي إيسي ميلان الإيطالي، حيث فاز معهم بلقب الدوري الإيطالي ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يفوز بلقب الدوري مرتين متتاليتين. وفي عام 97 انتقل باجيو إلى نادي بولونيا لكي يستطيع المشاركة في مونديال 98، واستطاع أن يحجز له مكانا بدلا من المهاجم الشاب في ذلك الوقت ليساندرو ديل بييرو. انتقل باجيو بعد كأس العالم إلى نادي إنتر ميلان، ولكنه لم يشارك كثيرا
بسبب مشاكل مع مدرب الفريق آنذاك مارشيلو ليبي، حيث لعب 41 مباراة وسجل فيها 9 أهداف فقط، مما أدى إلى خسارته لمكانه في منتخب إيطاليا لكرة القدم، حيث لم يتم استدعائه إلى صفوف المنتخب في بطولة أمم أوروبا 2000، ولعب باجيو مع منتخب إيطاليا في 3 نهائيات لكأس العالم، وسجل خلالها 9 أهداف، حيث أنه يصنف باللاعب الإيطالي الأكثر تسجيلا في كأس العالم، ويعتبر باجيو أفضل لاعب في تاريخ إيطاليا على الإطلاق. موسم 94 شهد أروع وأفضل سنة في تاريخ باجيو، حيث قاد منتخب بلاده إيطاليا إلى نهائي كأس العالم بعد مستويات لا يقدمها إلا الأساطير الذين أذهلوا العالم. والتقى المنتخب الإيطالي في نهائي البطولة نظيره المنتخب البرازيلي، وكان باجيو يكتب سطور أحلامه على الواقع، فلا شيء يساوي الحصول على كأس العالم للاعبي كرة القدم. كانت المباراة تشهد حضور نجمي البطولة باجيو الإيطالي وروماريو البرازيلي، وكان هناك حرب دائرة من سيكون نجم البطولة باجيو أم روماريو، لكن المباراة لم ترتقي إلى المستوى المتوقع، فكان الحذر هو السمة المسيطرة لتصل المباراة إلى ركلات الترجيح. اختير باجيو ليسدد الركلة الأخيرة، وكان الأمل يحدو أن يكون سببا في الحصول على كأس العالم بلمسته الأخيرة، ولكن ضاع كل من باريزي ومسارو والكرتان الأولى والرابعة على الترتيب، وسجل البقية بمن فيهم لاعبو البرازيل، فكانت الركلة الأخيرة ستنفذ بقدم باجيو، والأمل أن يبقى الطليان في المنافسة لركلة إضافية، ولكن تقدم باجيو بضغط نفسي كبير وسدد الكرة بعلو تجاوز المرمى، معلنا خسارة الطليان ونهاية الحلم، ليشهد العالم أجمع بكاء باجيو وضياع ما حارب في البطولة من أجله. ومع دهشة اليوم، حيث أعرب اللاعب مات كوشار عن مشاعر الأسف بشأن طريقته في التعامل مع دفع المبلغ المالي الذي طلبه منه حامل الكرات المؤقت، واعتذر كوشار عن تصريحات سابقة وصفها بأنها جارحة في حق حامل الكرات الذي استخدمه في بطولة مايا كوبا الكلاسيكية بالمكسيك العام الماضي، وقال إنه سيدفع مبلغ $50,000 الذي طلبه حامل الكرات، وقال أيضا إنه سيدفع هبة إلى الرابطة توزعها للمنظمات الخيرية بمدينة كانكون المكسيكية. وكان حامل الكرات الذي يعمل بصفة دائمة مع كوشار عجز عن السفر معه إلى المكسيك شهر نوفمبر، ولذلك استخدم حامل كرات مؤقت هو ديفيد أورتيز من نادي الكاميليون للغولف، وفاز كوشار بلقب بطولة للمرة الأولى في 4 سنوات، وحصل على جائزة مالية تبلغ $1,296,000، ولم يدفع لأورتيز سوى $5,000. وأخيرا نصل بكم لفقرة عدسة الحدث لهذا اليوم. إذن مع هذه الصور نصل لختام برنامجنا لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، وإلى اللقاء.